مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة كالعادة هيكون فيها أخبار كتيرة جدا متنوعة، سواء عالميا أو محليا، وكمان أكثر تحديدا فيما يتعلق بآخر أخبار النادي الأهلي وكمان المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وحديث الساعة خلال هذه الأيام. هنتكلم بتفاصيل كتيرة طبعا في هذا الملف. خليني أقول لحضراتكم إن الجزء الثاني من حلقة النهاردة هينورني ويشرفني في الاستوديو الأستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بالدستور، وهنتكلم أيضا بشكل مفصل على كل الأخبار على الساحة الرياضية المحلية والعالمية. قبل ما نستفيض في الحديث خلينا نروح نشوف أهم وأبرز العناوين. يلا بينا. الأهلي يحيط ملف المدير الفني الجديد بالسرية. الفريق الأول يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لكانو سبورت. الأهلي يدرس السفر إلى غينيا بطائرة خاصة. فحص طبي لرامي ربيعة لمعرفة موعد عودته للتدريبات. اتحاد الكرة يرفض توقف الدوري في نوفمبر بسبب المنتخب الأولمبي. اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلية تؤجل مناقشة ملف مدرب المنتخب. اليوم برشلونة في طريقه لحسم صفقة نيمار. طيب، موضوع المدير الفني وآخر التطورات. مدير الفني للنادي الأهلي و حديث طبعا الناس كلها بتتكلم فيه، ومين اللي هيجي، وكمان زي ما كل يوم كده بنتابع مع حضراتكم وبنعرض الاخبار المختلفه في الصحف والمواقع، كله بيجتهد وكله بيحاول يقول مين المدير الفني، والبعض كمان قال لك ان امير توفيق سافر وكلام من ده. احنا هنقول لحضراتكم تفاصيل بسيطه جدا في هذا الملف. امير توفيق سافر؟ سافر، مش موجود في مصر دلوقتي. امير توفيق مدير اداره التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي. سافر عشان يحسم ملف المدير الفني؟ سافر عشان يحسم ملف المدير الفني. في المانيا واحتمال ياخد جوله في اليونان وكلام من ده؟ لا، ولا المانيا ولا اليونان ولا كلام من ده. وهو في دوله اوروبيه اخرى غير المانيا خالص يعني. الموضوع بينتهي، شبه انتهى. الاتفاق شبه تم ما بين النادي الأهلي والمدير الفني الأجنبي الجديد، وترقب من لحظة لأخرى الإعلان الرسمي من قبل النادي الأهلي عن هذا المدير الفني. إذن لحظات، ساعات قليلة بإذن الله من النادي الأهلي هيعلن عن المدير الفني الجديد، واللي بإذن الله هيقود الفريق خلال المرحلة الهامة جدا المقبلة. وبالمناسبة هيبقى اسمه مميز جدا ومدرب مناسب قوي قوي للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. ده موضوع المدير الفني. ما بين لحظة والتانية كده ممكن تلاقي النادي الأهلي أعلن خلاص بشكل رسمي، لأن الاتفاق خلاص شبه تم، كل الأمور ناقص بس رتوش بسيطة كده، إجراءات، حاجات بسيطة كده هتخلص ويتم الإعلان بشكل رسمي. والإعلان هتشوفوه من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، سواء خلال برنامجنا أو البرامج اللي بعدينا يعني على مدار اليوم، سواء النهاردة أو بكرة بكتير يعني نسبة كبيرة يعني. ده فيما يتعلق بمدرب النادي الأهلي. في سياق آخر، قصة مدير الفني لمنتخب مصر. الموضوع اتأخر شوية، صح؟ اتأخر شوية. قلنا هتيجي لجنة مؤقتة وهي اللي هتعلن أول ما هتيجي، وهيستقروا بشكل نهائي، والدنيا هتمشي بالطريقة اللي احنا متوقعينها، والأسماء اللي كانت قريبة، وتداولنا وتناولنا هذا الموضوع على مدار الأيام كلها اللي فاتت يعني. لكن في الحقيقة الموضوع هيتأخر شوية، ده بناء على الأخبار اللي خرجت من الاتحاد المصري لكرة القدم، أو من اللجنة الخماسية المؤقتة اللي بتدير الاتحاد خلال الفترة الحالية. لكن الجديد عايزين نقوله لحضراتكم، في حوالي أسماء كتيرة حضراتكم عارفينها طبعا مرشحة إن هي تمسك المنتخب. الموضوع اقتصر على اسمين لحد امبارح أو أول كمان. كان اسمين مين؟ كابتن حسن شحاتة والكابتن حسام البدري. فترة من الفترات كان الكابتن حسام البدري هو الأقرب، والفترة الأخيرة كان الكابتن حسن شحاتة هو الأقرب. لكن الجديد، ودي معلومات احنا بنقولها لحضراتكم ومتأكدين منها بكل تأكيد،
في اتجاه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين الكابتن أحمد حسام ميدو كمدير فني للمنتخب. تاني، في تفكير وتفكير قوي داخل المسؤولين أو داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين الكابتن أحمد حسام ميدو اللي هو المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة كمدير فني لمنتخب مصر، واللي هيكون معاه في الجهاز بنسبة كبيرة، ده اتجاه لسه، ده مش خبر أكيد أو مش موضوع خلاص اتفقوا على كده، لا، آراء وآراء قوية داخل اللجنة في الحقيقة، يعني إن اللي هيعاونه كابتن محمد شوقي نجم النادي الأهلي السابق، حضراتكم عارفينه طبعا، والموجود في جهاز منتخب الشباب أو الأولمبي تمام، فهيتصعد من جهاز المنتخب الأولمبي ويكون متواجد مع كابتن أحمد حسام ميدو في حالة الاستقرار بالشكل النهائي على ميدو كمدير فني منتخب مصر، وفي اتجاه أيضا أن يدير المنتخب يكون الكابتن حسام غالي طبعا مدير الكرة بنادي الجونة. دي أو ده الاتجاه اللي تم التفكير فيه بشكل قوي داخل اللجنة الخماسية اللي بتدير الاتحاد المصري لكرة القدم. إذن المفاضلة دلوقتي ما بين ثلاثة، كابتن حسام البدري، كابتن حسن شحاتة، والكابتن أحمد حسام ميدو. مين فيهم اللي هيكون متواجد هنشوف خلال الفترة اللي جاية. التأخير بقى، حتة التأخير دي غريبة بصراحة، احنا عايزين ننجز في الموضوع. انتوا بتتريسوا وبتحاولوا تختاروا الأنسب يعني، اوكي مفيش مشكلة، لكن في نفس الوقت عايزين ننجز في القصة دي، لأن المنتخب حقيقة عايزين نشوف ايه اللي ناقصه، الخطط للفترة اللي جاية هتكون ماشية ازاي، الأهداف، الحاجات دي كلها لازم نفكر فيها بشكل كويس، وفي الحقيقة لازم أو مطلوب، هم أدرى طبعا بشغلهم وإحنا واثقين فيهم يعني، بالنسبة للجنة المؤقتة اللي موجودة في الاتحاد المصري لكرة القدم، مطلوب منهم إن هم يختاروا بشكل سريع المدير الفني، خصوصا إن أجيري بقاله شهرين ماشي يعني. هتقول لي ما كانش في اتحاد ساعتها او ما كانش في حد بيدير غير ثروت سويلا من المستقيل من يومين ثلاثه، ماشي اوكي، لكن في نفس الوقت الاتجاهات كانت معروفه، خلاص معروف ان احنا هنجيب مدير فني وطني، معروف الخيارات مين، الاسماء مين، فالسرعه في الحسم ده هيكون شيء ضروري في مصلحه المنتخب المصري لكره القدم. ده فيما يتعلق بمدرب المنتخب، ومفروض خلال فتره قريبه يتم الاعلان عنه بشكل رسمي باذن الله. نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في جلب أو تعيين مدير فني يكون مناسب جدا للمنتخب خلال الفترة اللي جاية، وكل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي خلال الساعات اللي جاية يعلن عن المدير الفني الجديد للفريق. طيب، بمناسبة النادي الأهلي، الاستعداد ابتدى النهاردة من حوالي دقيقتين ثلاثة كده لمباراة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، واللي هيواجهه النادي الأهلي في دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. هذه البطولة الهامة جدا جدا جدا، واللي مقرر إن المباراة تكون أحد أيام 13 أو 14 أو 15/9 القادم، ومباراة الإياب هتكون ما بين يوم 25 26 27 أو 26 27 28 بالتحديد يعني. مباراة الإياب هتكون في القاهرة، مباراة الذهاب هتكون هناك في غينيا الاستوائية، فبالتالي استعداد هيكون مهم جدا، استعداد النهاردة من خلال الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق النادي الأهلي، واستعدادات هتكون متواصلة خلال الأيام القادمة، وأكيد هنطمن على هذه الاستعدادات من خلال مراسلنا هناك في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، وتحديد الأستاذ مختار التتش بعد قليل عشان نعرف آخر الأمور ماشية إزاي بالنسبة للنادي الأهلي. عندنا أخبار كتيرة جدا كتبت على النادي الأهلي في الصحف، خلينا نروح نشوف، يلا بينا. الأهرام، مرتجي وتوفيق في البرتغال لإنهاء الصفقة، الأهلي يتوصل لاتفاق مع مدرب برازيلي يشترط 5 ملايين دولار. المصري اليوم، الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب باريس سان جيرمان، الخطيب يلتقي لجنة التخطيط خلال ساعات لإعلان المدرب، وعبد الحفيظ اللاعبون لا يشغلهم اسم خليفة. الجمهورية، 48 ساعة تحدد مصير الأهلي. المساء، الأهلي وفاود شميث والمقابل المادي مشكلة، المدير الفني الألماني مطالبه تفوق حدود الأحمر، وتوفيق يحاول تقريب وجهات النظر. الوفد، 3 مدربين على طاولة الأهلي لخلافة لاسارتي والحسم خلال ساعات. الشروق،
الأهلي يعلن عن المدرب الجديد خلال ساعات. النادي يدرس مخاطبة اتحاد الكرة لتأجيل مباراة السوبر المحلي واتجاه للإبقاء على آثاره حتى يناير. اليوم السابع، الأهلي يحسم ملف المدرب الأجنبي خلال ساعات. الأحمر يرفض عرض النجم لتسوية أزمة كولوبالي، والفريق يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة بطل غينيا. فيتو مدرب الأهلي الجديد في عهدة جوزيه. لعنة القطب الثاني تطارد باتشيكو، والنحاس يخرج من قائمة الترشيحات. طيب كالعادة زي كل يوم، أسماء كتيرة، جنسيات مختلفة، حد اقترب حد ابتعد من أسماء المدربين يعني المرشحين لتدريب النادي الأهلي. بعض يقول لك 5 مليون دولار، بعض يقول لك 3 مليون دولار، بعض يقول لك 2-1 كده يعني. لكن هنشوف، خلينا نستعرض هذه الأخبار مع بعض ونعلق عليها بقدر المستطاع يعني وفي حدود المتاح. نبتدي بالأهرام. الأهرام خلال الأيام اللي فاتت بالتحديد امبارح قالوا إن مدرب الأهلي في علم الغيب. تمام. النهارده بيقول لك ان مرتجي وتوفيق في البرتغال لانهاء الصفقه. الاهلي يتوصل لاتفاق مع مدرب برازيلي يشترط 5 ملايين دولار. طيب ده طبقا لمعلوماتهم هم، لكن مش شرط خالص يكون المدرب برازيلي. تمام، مش شرط خالص يكون امير توفيق وخالد مرتجي في البرتغال مع حفظ الالقاب طبعا. الكلام كله اجتهاد كالعاده، والله بجد بجد يا جماعه، فعلا موضوع سري جدا جدا. الناس
سمع مستر مانويل جوزيه بخصوص المدرب الجديد، واحنا علقنا بالمناسبه على حاجه زي كده خلال الفتره اللي فاتت. كابتن عماد النحاس يخرج من قائمه الترشيحات، برضه ده اجتهاد، وارد ان هو يكون موجود، يعني وارد ان هو يكون موجود. كابتن عماد النحاس هو مدرب قوي، ترشيحات طبعا كمدرب عام، يعني مش مدير فني، انا مدير فني اجنبي خلاص احنا اتفقنا على الموضوع ده محسوم يعني، لكن ممكن يكون مدرب عام، ممكن كابتن محمد يوسف هو اللي يستمر، لسه مش عارفين. حسم تشكيل الجهاز الفني هيبقى بعد الاعلان عن المدير الفني الجديد ان شاء الله. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في المواقع ايه؟ نروح نشوف. الوفد، الاهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهه كانو سبورت الغيني. الفجر الرياضي، الاهلي يدرس السفر بطائره خاصه لمواجهه كانو سبورت. اليوم السابع، تعرف على مده غياب رامي ربيعه بعد الاصابه في الخلفيه. الكابتن، طبيب الاهلي يعلن جاهزيه رامي ربيعه للمواجهه الافريقيه. 1-3، تقرير الطبيب يحسم مصير سعد سمير مع الأهلي. مبتدأ، الأهلي يقترب من إضافة الثنائي لقائمته. صدى البلد، وفد الأهلي يجتمع بوكيل مدرب برازيلي والإعلان الرسمي خلال ساعات. سبورت 360، الأهلي يرفض طلب النجم الساحلي. فيتو، سعد سمير يزور حمص مشجع الأهلي المصاب بعد مباراة اطلع بره. مهم الخبر. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عبد الله عبد السلام، لن نفرط في رباعية وجمهور الأهلي سر البطولات. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الأهلي يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر. طيب قبل ما نروح للفصل، في الحقيقه عايز ابتدي بخبر من جريده فيتو، وهو في الحقيقه جزء انساني مهم جدا وجانب انساني مهم جدا. هو فيما يتعلق بزياره سعد سمير لمحمد سمير مشجع النادي الاهلي المصاب بعد مباراه اطلع بره. خلينا اقول لحضراتكم القصه بالظبط كانت ايه. شوفوا حب النادي الاهلي لحد فين. اولا ده ولد عنده 16 سنه من كفر الدوار، اسمه محمد سمير، مشجع اهلاوي بيعشق النادي الاهلي. قبل مباراه الاهلي واطلع بره، مباراه الاياب، كان نفسه يروح المدرجات في استاد الجيش ببرج العرب، وكان عنده خناقه كده مع اهله، يعني اللي هو انا عايز اروح الماتش. اهله يقولوا له يا ابني الماتش محسوم، يا ابني ما تروحش المشوار، مش مهم خلاص، الاهلي صعد، الاهلي كسب، بتلاعب فريق ضعيف، الموضوع خلص. الولد تمسك ان هو يروح المباراه، وراح فعلا المباراه وحضر مباراة الأهلي واطلع بره في استاد الجيش ببرج العرب. بعد المباراة للأسف الشديد وهو راكب القطر راجع على كفر الدوار، للأسف الشديد قدره يعني وقع من القطر، فبالتالي حصل له زي بتر في رجله الاثنين، وطبعا حالته النفسية كانت سيئة جدا جدا بعد ما فاق وعرف الحالة يعني. ف نتمنى له يا رب كل الشفاء، نتمنى له يا رب ان هو يتخطى هذه المرحله، وهو اكيد مؤمن وعارف ان ده قدر ربنا. لكن انا عايز بس اتكلم على جزئيتين. الجزئيه الاولانيه مدى الحب للنادي الاهلي، حتى لو مباراه محسومه لا رايح اشجع الفريق، مصمم انه يروح، مصمم انه يضرب مشوار كبير عشان يحضر مباراه النادي الاهلي. دي جزئية مهمة. الجزئية الثانية اللي لازم نتكلم فيها وهي زيارة لاعب النادي الأهلي محمد أو سعد سمير بالتحديد لمحمد سمير المصاب في المستشفى هناك في اسكندرية، وكمان من شوية راح الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة، وفي مساعدات مهمة جدا جدا بتحصل في هذه الساعات لهذا المشجع محمد سمير. وكلنا معاك يا محمد، وكلنا جنبك، وكلنا إيدينا إيديك ورجليك، ومعاك في أي وقت بكل تأكيد. هي دي الصور طبعا للأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ولفتة في الحقيقة مهمة ومميزة جدا، ودايما النادي الأهلي يكون متواجد في هذه الجوانب الهامة جدا، خصوصا أنه مشجع وعاشق لكيان النادي الأهلي. طيب ده كان خبر مهم. عندنا أيضا أخبار مهمة هنتكلم فيها بتفاصيل أكتر بعد الفصل. يلا بينا.
طيب بمناسبة سعد سمير خلينا نروح لخبر 1-3 واللي بيقول إن تقرير الطبيب يحسم مصير سعد سمير مع الأهلي. التقرير يعني إيجابي جدا بالنسبة لسعد سمير وهو خلاص أيام قليلة وانضم للتدريبات الجماعية مع المجموعة بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي، وبالتالي مصيره نسبة كبيرة إن سعد سمير هيتم قيده يعني محليا، فبالتالي هو أيضا لاعب مهم وإضافة كبيرة جدا جدا لصفوف الفريق. خلينا نروح للفجر الرياضي. الفجر الرياضي بيقول إن الأهلي يدرس السفر بطائرة خاصة لمواجهة كانو سبورت، وزي ما قلت لحضرتك هي مسافة بعيدة شوية حوالي 11-12 ساعة، فبالتالي قد يكون هناك تفكير من مجلس إدارة النادي الأهلي توفير طائرة خاصة تقل الفريق لغنية الاستوائية عشان يقدم مباراة إن شاء الله بإذن الله كانو سبورت، وإن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق في هذه الرحلة ويقدر إن هو يحقق نتيجة إيجابية هناك قبل مباراة العودة اللي هتكون مع نهاية شهر 9 بإذن الله. اليوم السابع وبتتكلم عن مدة غياب رامي ربيعة بعد الإصابة في الخلفية. احنا عارفين رامي ربيعة في مباراة اطلع بره في الشوط الأول كده جاله وشد في العضلة الخلفية، الحمد لله شد مش قوي قوي يعني، فبالتالي رامي ربيعة هيرجع خلال أسبوعين ثلاثة إن شاء الله بإذن الله وانضم للتدريبات بشكل طبيعي. بالتالي موقع الكابتن بيقول إن طبيب الأهلي بيعلن جاهزية رامي ربيع للمواجهة الإفريقية القادمة، خصوصا زي ما قلت لحضراتكم إن مدة الإصابة هتبقى أسبوعين ثلاثة يعني، وإن شاء الله يعود للتدريبات بشكل طبيعي، وحتى لو جاهز أو مش جاهز ما أعتقدش إن هيكون في مجازفة بالدفع برامي ربيع في مباراة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية. لكن رامي في الحقيقة مدافع قوي جدا جدا جدا، وخلال الفترة اللي فاتت أثبت مدى أهميته في الملعب كقائد، مع طبعا هو مش الكابتن بتاع الفريق لكن قائد في الملعب، وعنده شخصية قوية وإمكانيات رائعة في الحقيقة بالنسبة لرامي ربيعة بعد ما رجع لمستواه بين مدى إمكانياته ومدى أهميته داخل الفريق. طيب خلينا نروح لخبر آخر وهو خاص بالموقع الرسمي للنادي الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي بيقول الأهلي يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر. طيب نتكلم ماشي على عبد الله عبد السلام كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي واللي قال إن إحنا مش هنفرط في الرباعية وجمهور الأهلي سر البطولات. عبد الله عبد السلام طبعا أحد نجوم النادي الأهلي في الكرة الطائرة وكان ليه تصريح مع الموقع الرسمي قال إن إحنا داخلين على موسم قوي جدا وجاهزين بشكل كبير، وإحنا حققنا مرتين على التوالي موسمين على التوالي ثلاث بطولات دوري وكاس وأفريقيا، فاحنا بنأمل في تحقيق الرباعية كمان الموسم ده. في كل البطولات اللي بنشارك فيها هيبقى هدفنا الأساسي هو الفوز بالبطولات، نتمنى لهم كل التوفيق. عندنا فريق طائرة قوي ومحترم في الحقيقة داخل النادي الأهلي بالتحديد رجال كرة الطائرة والسيدات بالمناسبة كمان فريق مميز جدا. نروح للموقع الرسمي أيضا للنادي الأهلي بيقول إن الأهلي يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر، وده هيكون بكرة إن شاء الله الساعة 6 مساء. يفتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في 6 مساء غدا الأربعاء المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر بعد الانتهاء من أعمال إنشائها. وفي الحقيقة بيقوم مجهودات كبيرة قوي مجلس الإدارة على مدار الفترة اللي فاتت منذ توليهم المهمة، وهم مركزين في اتجاهات عدة، من أهم هذه الاتجاهات الجانب الإنشائي في النادي الأهلي، مش فرع واحد بقى في كل الفروع، عندك الشيخ زايد، مدينة نصر، الجزيرة. مدينة نصر في الحقيقة بعد افتتاح المنطقة الترفيهية بكرة هيبقى تقريبا كل الأمور هناك اتطورت بشكل كبير جدا من جانب الإنشائي، هيبقى ناقص بس حمام السباحة الجديد اللي هيكون فيه أمواج، وهيبقى عاملين شغل محترم في الحقيقة يعني في أهلي مدينة نصر. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي قال إن افتتاح المنطقة الترفيهية فرع النادي بمدينة نصر يأتي ضمن الخطة الإنشائية والخدمية الهائلة التي اعتمدها مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وهنشوف افتتاحات أخرى في مختلف الأفرع كمان مش بس الاهتمام بمدينة نصر، وده شيء مهم ومؤكد. دي أخبار النادي الأهلي في المواقع، الأخبار المحلية والعالمية إيه؟ نروح نشوف. الشروق، اتحاد الكرة يؤجل مناقشة ملف مدرب المنتخب. البوابة سبورت، جلسة ودية للجنة الجبلية حول مدرب المنتخب. فيتو، اتجاه لاختيار محمد فضل للإشراف على المنتخب.
الوفد عماد متعب مرشحا لمنصب مدير منتخب مصر. اليوم السابع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ترفض توقف الدوري في نوفمبر بسبب المنتخب الأولمبي. الوطن سبورت اللجنة القانونية لاتحاد الكرة توصي بعدم تنفيذ حكم إلغاء الهبوط. الفجر الرياضي تقديم معسكر المنتخب الأولمبي 24 ساعة. سوبر كورة شوقي غريب يتمسك باستاد القاهرة لإقامة مباراتين وديتين أمام المنتخب الأولمبي. الشروق جيانا فاروق انتظروا مراكز أفضل للكاراتيه في طوكيو 2020 إن شاء الله. في الجول مدربه السابق صلاح مثل القاتل المبتسم. يلا كورة بعد الخروج الإجباري أنني إلى أين؟ ثلاث وجهات محتملة وسط مصير مجهول. كورة مفاجأة نيمار ربما ينضم رسميا اليوم إلى برشلونة. سبورت 360 كونتي لوكاكو أظهر لماذا كنا نحاول جاهدين التعاقد معه. آس عربي لاعب ريال مدريد السابق هازارد ليس خليفة رونالدو طبعا. سكاي نيوز كلوب والرحيل عن ليفربول الموعد محدد. الفجر الرياضي شقيق بول بوجبا يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد. طيب تفاصيل كتيرة في أو بخصوص الأخبار المحلية والعالمية. خلينا نبتدي بالأخبار المحلية. الشروق بتقول اتحاد الكرة يؤجل مناقشة ملف مدرب المنتخب، وإحنا اتكلمنا في القصة دي في البداية، ولسه في آراء مختلفة داخل اللجنة اللي بتدير اتحاد الكرة حاليا بخصوص المدير الفني القادم، ويبقى مين في الثلاثة اللي قلت لحضراتكم عليهم، كابتن حسن شحاتة، كابتن حسام بدري، ودخل في القصه كمان كابتن احمد حسام ميدو. هنشوف خلال الايام المقبله. البوابه سبورت كمان بتقول جلسه وديه للجنه الجبلايه حول مدرب الفراعنه. الكلام هيبقى كتير خلال الفتره اللي جايه برضو عن مدرب الفراعنه، والاهم في الحقيقه زي ما اتكلمنا ان هم ينجزوا شويه في الملف ده عشان يتم وضع خطط محدده ومناسبه للمنتخب، اعداد ل التصفيات الأفريقية مؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، التصفيات الأفريقية مؤهلة لكأس العالم، في تحديات مهمة قوي بصراحة لمنتخب مصر، وإحنا مش عايزين تكرار للكارثة اللي حصلت المرة دي في بطولة الأمم الأفريقية، إنك تخرج من دور 16 فين على أرضك هنا وسط جمهورك يعني. فنتمنى الإسراع في حسم هذا الملف واختيار الأفضل بإذن الله. بالتالي الحديث على الجانب الإداري شوية بخصوص المنتخب. فيتو بتقول ان اتجاه لاختيار محمد فضل للاشراف على المنتخب، الاتجاه ده موجود وبقوه على فكره، ان الكابتن محمد فضل هو عضو اللجنه المؤقته برضه، ان هو يكون مدير او عفوا يشرف على المنتخب يعني خلال الفتره الجايه. من ضمن المرشحين ايضا زي ما الوفد بتقول كابتن عماد متعب مرشح لمدير منتخب مصر. كابتن عماد متعب طبعا نجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي السابقين، و ممكن يكون عنده اتجاهات اداريه، لو عنده اتجاهات اداريه اكيد هو من ضمن المرشحين، لانه ايضا كادر اهلاوي او كادر بشكل عام، كادر مميز جدا. عندي تفاصيل اخرى محليه هنتكلم فيها، وتفاصيل اخرى بخصوص الاخبار العالميه وكل ما هو جديد ايضا، واخر التطورات بخصوص مران النادي الاهلي واخبار المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. لكن هنتكلم عن كل هذه التفاصيل بعد الفاصل، عشان هيكون معايا الاستاذ سعيد علي الناقد الرياضي بجريده الدستور، وكل ما هو جديد استنونا بعد الفاصل. بينورني ويشرفني في هذه اللحظات استاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بالدستور. يا استاذ سعيد عامل ايه؟ الحمد لله يا امير، نورنا. نورك حبيبي، مبسوط جدا ان انا معاك. احنا اسعد دايما طبعا ان انت تكون متواجد معانا. عندنا بعض الامور اللي هنتكلم فيها سواء مدرب الاهلي، مدرب المنتخب، اخبار محليه وعالميه كتير. تحب نبتدي منين؟ احب ابتدي من الجمهور عايزه الاهلي اكيد الاهلي
حديث الساعة. طيب مدرب الأهلي، اتكلمنا احنا في الانترو على المدرب وقلنا ان ممكن خلال ساعات، ممكن المدة مش محددة بالظبط، لكن في نفس الوقت النادي الأهلي خلاص شبه بيخلص مع المدير الفني، واكيد بإذن الله النادي الأهلي يقدر ان هو يحسم هذا الملف. بالمناسبة كل الجرايد كمان بتتكلم في هذه الجزئية، يعني احنا استعرضنا مع حضراتكم ان خلال ساعات البعض بيتنبأ، لكن بإذن الله الموضوع قرب، يعني هانت من الآخر. يعني معلوماتك ايه في القصة دي؟ يعني خليني اقول لك ان مفيش حد في مصر عنده معلومه دقيقه مين مدرب الاهلي. كويس. يعني انت متاكد على كلامنا كمان؟ لا لا، ده اكيد طبعا مفيش حد عنده معلومه دقيقه مين مدرب الاهلي. الناس مش مصدقه على فكره الموضوع ده. لا وده حقيقي، الناس مش مصدقه ان مفيش حد عنده معلومه اكيده بخصوص المدرب، وان في سريه تامه في الحقيقه بيدار بيها هذا الملف. يعني ده حقيقي جدا، والاهم من ده ان مفيش قصور اعلامي في التغطيه. يعني رغم ان في اسماء كتير جدا طلعت في مواقع كتير جدا، من ضمنهم احنا اشتغلنا عليهم بشكل شخصي، لكن في النهايه السريه التامه اللي فرضها الاهلي وفكره التمويه بان في 30 سيره ذاتيه موجوده، دي يعني خلت الجهد علينا اكبر. والبحث عن اسم المدرب الحقيقي اللي الاهلي بيستهدفه هو مين صعب جدا، لكن رغم ده لو انت تبص على مواقع امير، تشوف الجول، تشوف يلا كوره، تشوف الكابتن، تشوف كل المواقع، هتلاقي ان حصل تواصل مباشر ما بين الصحفيين المصريين وعدد كبير جدا من المدربين. وبالفعل عدد كبير جدا من المدربين قال ان الاهلي استطلع رايهم، يعني هو الاهلي استطلع راي عدد كبير من المدربين عن طريق الوكلاء بشكل مبدئي. هو بيعرف انت موقفك ايه من التدريب في المنطقه العربيه او في مصر او في المنطقه دي او نادي الاهلي. فهو الاهلي خد يعني كل التصريحات اللي جت من جميع المدربين باستثناء دونيس مدرب اليوناني، كله ابدا ترحيبه وانتظر ان الاهلي يعود ليه تاني من جديد. فهنا ما كانش في قصور اعلامي، لا بالعكس، احنا حاولنا واجتهدنا ان احنا نتواصل بشكل مباشر مع الاسماء المرشحه للنادي الاهلي، لكن كانت الصعوبه عند النادي الاهلي نفسه. النادي الاهلي اللي فرض سريه كبيره جدا جدا. هو دايما النادي الاهلي كده في الحقيقه. هو لما يصل بك الامر ان انت تاخد المعلومه من المدرب الاوروغواياني او الهولندي او الفرنسي ومش عارف تاخدها من القاهره، صح، فهنا ده بيبرهن على ان انت نجحت في ان انت تقفل تماما. صح. لكن بشكل عام خلينا نقول ان لاول مره الاهلي يعني في السنين الاخيره بيختار مدرب بطريقه صحيحه من خلال لجنه تخطيط وضعت رؤيه واستراتيجيه، وبتشوف من خلال الاسماء المطروحه امامها مين يستطيع تنفيذ هذا المشروع او تطبيق ده. كلام مهم. تطبيق الرؤيه اللي احنا عايزينها، مش مجرد اختيار عشوائي او بناء على ترشيح مدرب. كويس. لان زي ما انت قلت يا امير، كتير من المدربين عرضوا وتواصلوا واتكلموا وخدوا ترحيب من الناس، لكن في النهايه اللجنه، وفي مدربين عرضوا نفسهم على فكره كتير جدا. ومن ضمنهم خليني اؤكد لك، لان انا نشرت ده، مدرب الزمالك ميتشو، انا نشرت محادثه ما بين زميلي حامد عماد في موقع الكابتن وميتشو، مدرب عرض نفسه، عرض نفسه على الاهلي، نشرت المحادثه، وتحب اجيبها لك. عرض نفسه، اتكلم عن الاهلي ان الاهلي كان بينتقد لصارتي في المحادثه، وبيقول ان الاهلي يحتاج يستحق مدير فني افضل، فلما سالناه مين قال انا واحد من اللي يستحقه او من اللي يناسبه النادي الاهلي. فالمحادثه دي اتكررت مع اكتر من صحفي تاني. هو عرض نفسه بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. فخليني اقول لك ان كل المدربين اللي جم في المنطقه العربيه والافريقيه، مش هركز انا على النقطه دي، خلي بالك، انا نشرت. اوكي انت نشرت، انا نشرت، مش هركز عليها. انا نشرت والمحادثه موجوده. وفي محادثات تانيه كتير موجوده جدا. تمام. ف طبيعي سقف وطموح اي مدرب بيعمل في المنطقه العربيه او الافريقيه هو النادي الاهلي، زي ما سقف اي لاعب داخل القاره هو النادي الاهلي، سقف اي مدير فني هو الاهلي. فانا متفائل المره دي لان في لجنه بتشتغل بشكل صحيح، مش بناخد ترشيح من وكيل ونشتغل عليه وكده، لكن النهارده في مشروع. الشيء المهم هو لاسارت جه في ايه ومشي في ايه، بيسيرو جه في ايه ومشي في ايه، كارتيرون مشي ليه. لما نحصر كل الخطايا والاخطاء والاسباب اللي ادت لعدم نجاحهم بشكل كامل ونقف عليها ونقول احنا محتاجين راجل يصحح المشاكل اللي كانت موجوده دي. فهنا المره دي احنا بنبني صح، ما كانش في لجنه تخطيط قبل كده بتختار، او ما كانش في لجنه بتدرس وبتشوف المشاكل ايه. فانا اعتقد ان شايف ان دور لجنه التخطيط مهم، مهم بشكل جداً. عام بقى في الفرقه ومدرب المدير الفني وكلام من ده، صح، مهم جدا. ما انت النهارده الازمه في ان انت لا تمتلك مشروع. النادي الاهلي مش محتاج مدرب، النادي الاهلي محتاج مشروع الاهلي اللي هو انا خلال ثلاث سنين. خليني اقول لك على حاجه برضو يا سعيد، ان مشروع النادي الاهلي دايما معروف على مدار التاريخ، من غير ما تقول ان ده مشروعي. لا، مشروع النادي الاهلي الفوز بمختلف البطولات، واهم بطولات دوري ابطال افريقيا. صحيح. يعني اذا في مشروع اصلا موجود. النادي الاهلي بعد مجلس الكابتن حسن حمدي حصل هزه ما بين مين جاي مين رايح الى ان استقرت الامور حاليا. ففي المرحله دي حصل تخبط بعض ما، ويفتقد الاهلي في مراحل للمشروع، فكان سهل جدا يدخل اسم. تخبط ايه بالظبط عشان نوضح؟ تخبط اداري في فكره اختيار والطريقه معينه. اني مرحله
ما بعد حسن حمدي مباشره. ما بعد حسن حمدي مباشره حصل دروب شويه في النادي الاهلي، ففي الفتره ديت لما كانت الكوره متعطله برده في مصر، فالمرحله ديت بس معلش يعني عشان الجزئيه دي مهمه، دروب اداري في النادي الاهلي؟ اداري طبعا. ليه؟ بالتأكيد. اداري بخصوص الكوره يعني؟ بخصوص الكوره، فكره المشروع اللي انا بكلمك عليه ما كانش موجود، اللي هو سهل. لا معلش اسمح لي اختلف معاك يا سعيد. اتفضل. اصل دروب اداري سواء المجلس اللي جه بعد الكابتن حسن حمدي او المجلس الموجود دلوقتي، الناس كلها اشتغلت بشكل جيد اداريا في الحقيقه، والمجلس اللي فات والمجلس الحالي وفر كل الامكانيات للفريق الاول، مدربين صحيح. مختلفين، اسماء كبيره من اللاعبين المميزين وابرز اللاعبين على الساحه الرياضيه المصريه والافريقيه كمان كانوا بيبقوا موجودين في النادي الاهلي. اذا المشروع موحد او معروف دايما لاي حد بيجي جوه النادي. لا خليني اقول لك ان كان اختيار المدراء الفنيين للنادي الاهلي في الفتره يعني اللي انا بتكلم فيها ما كانش بيتم بشكل مناسب، عشان كده شفنا عدد كبير جدا في فتره صغيره جدا. يعني النتائج دايما هي المؤشر او البرهان على اي كلام. فلما اجي اقول فتره كابتن حسن حمدي مدير فني واحد، مستر مانويل جوزيه وحسام البدري في فتره ما، والنتائج بطولات يعني صعب جدا تقف قدامها عدد كبير جدا، فده بيقول لك ان كان في الاستقرار ده. لكن المرحله اللي ثالثها اللي بعدها، تغيير المدرب اصبح شيء عادي جدا في النادي الاهلي زيه زي باقي الانديه المصريه، وده مش موجود في النادي الاهلي. لكن النهارده لما انا باجي اكلمك على فكره المشروع اللي موجود مدرب، انا بقول له ان احنا عندنا استراتيجيه او خطه لثلاث سنين. انا مش ما ينفعش النادي الاهلي ما ينفعش يرهن مستقبل مدرب ببطوله. انا والله انا عايز مدرب يطبق استراتيجيه لعب تتناسب. هل النادي الاهلي الفتره اللي فاتت رهن مستقبل مدرب ببطوله؟ خلينا اكلمك بكل صراحه. النادي الاهلي لما مشى لاسارتي في مباراة بيراميدز، هل كان مصيره مرهون ببيراميدز ومباراة بيراميدز؟ لا. طيب لما كان هو مش مرهون ببيراميدز، ليه ما مشيش بدري شويه قبل بيراميدز وكان عندك المساحه تختار بشكل افضل؟ طب وليه ما مشيش بعد مثلا مباراة سان داونز؟ ما هو ده دليل على ان النادي الاهلي ما بيرهنش. تمام. ما بيرهنش مصير مدرب ببطوله. طيب انت شفت ان لاسارتي لازم يستكمل الموسم عشان بطوله الدوري، ده شيء كويس جدا. اخذت بطوله الدوري في هذه المرحله، هل انت شايف لاسارتي يكمل الموسم اللي جاي ولا لا؟ كان لازم يكون هنا الموقف اوضح. لو انت مش شايفه مش هيكمل كان يمشي، وكان يكون في خيارات افضل. يعني مثلا شفنا مدربين امم افريقيا زي دي صبر زي رينارد، اكتر من مدرب كان متاح وكان بيعرض نفسه على الاهلي، فكانت مساحه الاختيار عندك كانت هتبقى اوسع وافضل. فاعتقد ان مباراه بيراميدز بس كان في حفاظ على الاستقرار بتاع الفريق برضه لحد نهايه الدوري. اوكي ونجحت في ده. طب خلينا نطمن على الفريق، نشوف اخباره ايه. نروح للشيف شعبان مراسل قناه الاهلي. يا شريف مساء الخير عليك. اخبار امير تحدي ليك وتحدي المحقق الكريم طبعا ناخد درجه كبير استاذ سعيد وكل وشيف حاضر الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بيك يا شريف، في الجديد عندك ايه بعد استئناف الفريق لتدريباته؟ خليني اقول لك طبعا ان الفريق كان اخذ اجازه ثلاث ايام، والنهارده كان التمرين في الخامسه والنصف عصرا، يمكن يتغير لمباراه غينيا او بطل غينيا كان سبورت اللي هيكون يوم 13 او 14 او 15 9 باذن الله. بدا التمرين في 5 ونص، وكان في محاضره يمكن حوالي 10 دقائق اتكلم فيها الكابتن محمد يوسف، واتكلم فيها الكابتن عبد الحفيظ حوالي 10 دقائق يركزوا في هذه المباراه. ما لهمش علاقه باللي بيزور على السوشيال ميديا، ما لهمش علاقه عن فوضى اي مدرب، التركيز فقط في المباراه المقبله، التركيز فقط على الفوز في المباراه المقبله. خليني اقول لك ان بعد هذه المحاضره كان في تدريبات بدنيه شاقه جدا النهارده، اشغال بدنيه شاقه يمكن تمرين مستمر الى الان، تمرينات بدنيه قويه جدا بيقوم بيها طبعا الجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف. على الجانب الاخر او كان بادئ التمرين بدري جدا قبل الخامسه والنصف، كان بادئ شريط اكرامي مع الكابتن طارق سليمان اللي لازم احييه. كابتن طارق سليمان بادئ التمرين الساعه 5 مع شريط اكرامي لمده ساعه، وبعد كده اربع حراس اللي كابتن الشناوي، كابتن علي لطفي، كابتن مصطفى شوبير، احمد طارق، اللي معانا اربع حراس بعد التمرين، فالراجل ساعه قبل التمرين والان مع اربع حراس، يعني خمس حراس في اليوم. فلازم احيي كابتن طارق سليمان على المجهود الجبار اللي بيعمله مع الحراس. على الجانب الاخر التاهيل سعد سمير مع محمد محمود، رامي ربيعه زي ما قلت لك، شريف اكرامي. خليني اقول لك ان سعد سمير بيتكلم في اسبوع 10 ايام باذن الله هيكون موجود في التمرين. محمد محمود ايضا نفس المده، النهارده تمرينه ولا اروع ولا اقوى، نمسك الخشب ما شاء الله بدا يرجع من جديد، بدا الاصابه تتلاشى خلاص. بيشارك في التدريبات الجماعيه يا شريف؟
لا هما دلوقتي بتعملوا بيشارك في جزء صغير ويمكن بعد اسبوع 10 سنة يخش في جزء اكبر من التمرين، وبعد كده يمكن هيتحسنوا برنامج بقى تاهيلي عادي خالص او برنامج عشان يرفع الحمل بتاعه البدني عشان يقدر يجاري لعيب النادي الاهلي ان يوصلوا لمرحله بدنيه طبعا عاليه جدا دلوقتي. رامي ربيعه طبعا هيزيد من اسبوعين لثلاثه، ده بعد الاشعه خلاص. عشان عبد الشادي في عضله خلفيه شديد جدا هيغيب من اسبوعين ثلاثة اسابيع، نتمنى له باذن الله الرجوع بالسلامه. على الجانب الاخر طبعا مروان محسن هيمكن خلاص في المراحل النهائيه لتاهيله، رمضان صبحي يمكن خلاص برضو النهارده اكتفى بالجري، يمكن بكره وبعد بكره بكثير هيكون موجود في التمرين. جلسات مستمره كابتن عبد الحفيظ انعقد جلسه مع معلول، عقد جلسه مع احمد فتحي، كابتن محمد يوسف ايضا عقد جلسه مع وليد سليمان، كانت جلسه طويله جدا. غياب لاجايي لازارو لشيراردو، علمته لازارو وشيراردو في المنتخبات، يمكن اجايي واخد لسه اجازه. بطمنك وبطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي هنا العمل مستمر داخل قطاع الكره بالنادي الاهلي، الكل عارف واجباته والكل مركز في واجباته باذن الله، باذن الله تاتي ثمارها ويكون الفوز حليف في النادي الاهلي في المباراه المقبله امام كلاينو سبورت بطل غينيا باذن الله. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي، والإعلان آخر الأخبار من مران الفريق في هذه اللحظات بعد استئناف هذه التدريبات. طيب كنا بنتكلم على النادي الأهلي، بتشوف الاستعدادات بقى للمباراة المقبلة؟ هي لسه قدامها شوية طبعا، المباراة يوم 13-14 يعني أسبوعين مثلا أو حاجة، بتشوف استعداد لهذه المباراة إزاي ومدى أهمية مباراة الذهاب بالتحديد؟ طبعا بشوف النادي الاهلي بعد مباراه الدور السابق امام يطلع بره انه اصبح جاهز جدا، والحوافز عند اللعيبه زادت بشكل كبير جدا، والاستعدادات بتسير بشكل جيد، واعتقد ان النادي الاهلي هيتخطى الدور المقبل بنفس سهوله الدور اللي فات ان شاء الله. ان شاء الله، لان بشوف ان اللعيبه بتعلى، بشوف ان الاصرار زايد قوي عند بعض اللاعبين كمان زي حسين الشحات زي حمدي فتحي بالتحديد، بشوف ان ارتقائهم وتطورهم ودخولهم في المجموعه بيتم بشكل تدريجي، وده يخليني اقول واتفائل جدا ان انا مش هنظر للادوار التمهيديه، ارجع اشوف اهلي زمان ان هنعدي الادوار دي بسهوله وهنعدي بارقام كويسه جدا، وشايف ان الوضع جيد جدا في الفتره الحاليه. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه ان شاء الله. بتشوف مدى اهميه عوده واحد زي محمد محمود مثلا، لعيب مهم جدا جدا، الاصابه للاسف عطلته بشكل كبير، هو خلاص قرب بنسبه كبيره يشارك في التدريبات الجماعيه، عوده كمان سعد سمير. طبعا عوده محمد محمود بالتحديد اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، واضافه مش بس بيفتقدها النادي الاهلي، بيفتقدها منتخب مصر. نوعيه حسام غالي لاعب وسط الملعب المبتكر اللي عنده الاضافه اللي عنده اللمحه اللي بيحقق التوازن ما بين الخطوط، ده لاعب مفتقد الاهلي جدا ومفتقد منتخب مصر. يمكن الزمالك نجح في انه يكون عنده فنجان سياسي يعرف يقوم بالادوار ديت، لكن لاعب مصري يقوم بادوار محمد محمود مش موجود، ويمكن بشوف ان اي مدرب جاي هيبقى محظوظ لوجود هذا الكم من اللاعبين. يعني لما باجي ابص على مراكز صناعه اللعب والوسط في النادي الاهلي واشوف حمدي فتحي ومحمد محمود وصالح جمعه وقفشه كم وكريم نيدفيد كمان وعمرو السوليه، يعني بتتكلم على عدد كبير جدا بيمتلكوا مواصفات مختلفه، سمات مختلفه، لان انت عندك اللاعب اللي بيعرف يعمل الضغط العالي والعكسي ويفتك الكره بشكل سريع، عندك اللاعب اللي هو بيعرف يفك التكتلات في المساحات الضيقه، عندك اللاعب اللي هو بيعرف يهرب على الاطراف ويقوم بادوار مزدوجه سواء على الطرف او في عمق الملعب، عندك اللاعب اللي بينزل يستلم من تحت واللاعب اللي بيستلم من قدام. يعني الاهلي اصبح عنده زخم في المنطقه ديت، وعوده محمد محمود في توقيت مثالي. اتمنى انه يكون محظوظ بوجود مدرب يعرف يستخرج اعلى ما عند كل اللاعبين. لو في مدرب في المرحله المقبله يستطيع انه يستخرج اعلى ما عند اللاعبين، النادي الاهلي اعتقد انه يعود لتحقيق فارق 15 نقطه و20 نقطه في الدوري من جديد. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، خصوصا في ظل امتلاك الفريق لقائمه ممتازه في الحقيقه من اللاعبين المميزين. محظوظ جدا، محظوظ جدا. يعني الاهلي الان عنده فريقين في الملعب، والفريق الاحتياطي هو اقوى من اي فريق في مصر. الفريق الاحتياطي بقولها بكل ثقه، الفريق الاحتياطي في النادي الاهلي اقوى من اي نادي في مصر تاني. يستطيع الاهلي يفوز باول وثاني الدوري لو خاض الدوري بتشكيلتين حاليا. بالزبط. فقط ينقصه مدرب يعرف يخرج اعلى ما عند اللعيبه ديت، يوصل لشكل يستقر عليه ويطلع اعلى ما عند اللاعبين، يكون فيه اتمنى ان هو يطلع على اخطاء الماضي وايه الاسباب اللي عطلت المدربين في الفتره الماضيه، وان هو يشتغل بشكل جديد وبمشروعه هو، ونشوف التطور يحصل على ايديه، هنشوف حاجه قويه جدا ان شاء الله، هنشوف حاجه كويسه جدا جدا للنادي الاهلي قريبا. حاسس ان انت عارف يا امير ومش عايز تقول. لا بص، والله بص، لو قلت لك ان انا عارف يبقى اكذب عليك،
محدش عارف موضوع المدرب ده خالص فعلا، لان الموضوع فعلا فيه سريه كبيره جدا من النادي الاهلي، واي حد بيقول اي اسم يبقى بيجتهد يا جماعه. من الاخر كده الاعلان هيتم من خلال قناه الاهلي والموقع الرسمي للنادي الاهلي بكل تاكيد، يعني امتى؟ قريبا باذن الله قريبا. نروح بقى للجانب المحلي، عندنا اخبار كتير. انا عايز ابتدي معاك بملف المدرب لمنتخب مصر، مش النادي الاهلي بقى خلاص، نروح منتخب مصر. بتشوف الملف ده ازاي، خصوصا بعد تصريحات النهارده الاستاذ عمرو الجناني او الدكتور عمرو الجناني ان هيتم تاجيل الاعلان عن اسم المدرب الجديد، بعد ما كانوا قالوا ان يوم الاربعاء بكتير هيتم الاعلان بشكل رسمي بعد اجتماع مجلس الاداره. الكواليس ايه بخصوص هذا الملف؟ هو خليني اقول لك ان هو يعني بيان النهارده بيرفع من عليه الضغوط، يعني بيان النهارده بيقول احنا مش هنناقش مصير المدرب بكره، لا هو هيناقش مصير المدرب وهو اهم ملف بيتناقشوا فيه حاليا. كويس. لكن هو بيرفع من عنده الضغوط، مش عايز الصحفيين مترقبين المؤتمر، اجتهادات الاجتهادات هتشتغل، لكن وارد يعلن بكره، لكن وارد جدا ان هو يعلن والله. لكن يعني انا ممكن الخص كل اللي بيحصل في جمله واحده، داخل اتحاد الكره حاليا يعني القلب يهوى حسن شحاته، ايوه، والعقل يريد حسام البدري. حلو التعبير ده. يعني بشكل مختصر الناس على المستوى الشخصي بتميل لكابتن حسن شحاته فيما يتعلق بعلاقات تفاؤل. طبعا علاقات قبل اي شيء، قبل اي شيء. لا دي جزئيه خطيره جدا. صحيح، لا تعليقات قبل اي شيء، تفاؤل. لا لا استنى بس، انت هتروح فين؟ استنى، لا ناخد الجزئيه دي واحده واحده. يعني ايه العلاقات؟ يعني هل ممكن مسؤول في اتحاد الكره يختار مدير فني بناء على ان علاقته بيه كويسه؟ بيحصل في مصر اخر 10 سنين بعد حتى الاخفاق الاخير في بطوله الامم الافريقيه، هل ده ممكن يتكرر برضه؟ يتكرر عادي جدا. فكره التخلص من السياسات محتاجه وقت. والاشخاص، خليني اقول بشكل صريح، الاشخاص الموجودين مش بعيدين في الفكر ولا العقليه، يعني الا بعض العناصر يعني، عن المجموعه القديمه، وعلاقاتهم بالمجموعه القديمه واضحه ومعروفه للجميع. فخليني بقول لك ان هم مش بيفكروا بشكل مستقل، لا ما زال في اتصالات مع بعض العناصر القديمه، ما زال الفكر القديم متاح ايضا وموجود، والامور بتدار بنسبه كبيره جدا بالشكل القديم. فده يخليني اقول ان العلاقات محدده. هم الناس اكيد في طريقهم للتغيير برضه يا سعيد. ما اعتقدش ان التغيير هيحصل من خلال المجموعه. مش عايزين نبقى متشائمين قوي كده. مش متشائم، بس مش هيحصل من خلال المجموعه الحاليه. لكن التغيير هيحصل من خلال مجلس منتخب خلال الفتره اللي جايه. لكن انا شايف ان المجموعه ايضا، هذه المجموعه العلاقات واحده من اهم المحددات اللي هتخليك تشوف مين مدير فني للمنتخب، مين مساعد. لان انا حقيقي يعني يا امير بستغرب جدا، بستغرب جدا جدا من ان انا بلاقي ترشيحات غريبه واسماء بتعلى قوي. يعني انا عارف ان انا في قناه الاهلي، وانا عارف ان انتم بتتحفظوا جدا على انتقاد اي شخص او انتقاد فكر بشكل، لكن انا لا مش بنتحفظ ولا حاجه، يعني احنا بس بنتكلم بمنطقيه اكتر في اي ملف يعني بشكل. وانا بتكلم بشكل موضوعي جدا. انا شخصيا بستغرب جدا طول الوقت ازاي كابتن احمد حسام ميدو يبقى مرشح لمدير فني المنتخب، وازاي يبقى في شبه اتفاق على انه يبقى مدرب عام مع كابتن حسن شحاته. انا شخصيا مستغرب من دي. يعني كمتابع، مش هيخلوا القناه، كمتابع لمشوار ميدو. بس على فكره ده اسهم كابتن احمد حسام ميدو زادت دلوقتي انه يبقى مدير فني. لا هو كابتن احمد حسام ميدو او مطروح مدير فني، بس شبه اتفاق على انه يبقى مساعد لكابتن حسن شحاته في جهاز كابتن حسن شحاته. ما اعرفش ازاي الناس توصلت للتركيبه دي. لو ما بقاش مدير فني يعني يبقى مساعد مع كابتن حسن شحاته. وليه الايمان الكامل بكابتن احمد حسام ميدو، رغم ان يعني كابتن احمد حسام ميدو في 4 سنين حصل على عدد تجارب، يعني وادي دجله، الزمالك، الوحده السعودي، الاسماعيلي، تجارب كتيره جدا، ما قدرش وهو بيمشي من مكان يقول ان انا نجحت في المنطقه ديت، سواء فنيا او على مستوى النتائج او حتى في العلاقات مع النجوم. شفنا وقعه حسن عبد الرب، وشفنا وقعه عبد الواحد السيد، شفنا في السعوديه الازمه خلصت ازاي. فانا طول الوقت بستغرب ليه كل الفرص محصوره على مجموعه معينه من الاشخاص. يعني شخص واحد في 4 سنين ياخد هذا الكم من الفرص والتجارب، وفي عشرات المدربين والاسماء والشباب اللي مترقبين فرصه. دي ازمه ما زالت عندنا، عشان كده لسه بقول لك الاسلوب القديم متاح. يعني كابتن هاني رمزي ايضا حصل على فرصه مع منتخب الشباب، منتخب اولمبي، منتخب اول، وجرب عدد كبير جدا من الانديه. لحد امتى هنفضل في مصر الفرص والتجارب متاحه محصوره على ناس معينه؟ ليه عدد صغير جدا؟ لازم يكون دلوقتي عندنا
نبعد الاهواء شويه، العلاقات شويه، مش مهم مين بيسهر معايا في كافيه ايه ومين بيقعد معايا فين وانا علاقتي كويسه بمين. بس انا بختلف معاك في الجزئيه دي بصراحه، لان انا شايف ان الناس باذن الله الجدد دول هيشتغلوا بشكل جيد وهيحاولوا بقدر المستطاع باذن الله ان هم يشوفوا مصالح الكره المصريه، لان هم جايين بهذا الهدف. اكيد اي حد عايز ينجح بشكل كبير جدا، اي حد عايز يشوفوا الصالح ايه ويختاروه. اكيد اي حد عايز ينجح، بس انا بقول وبشوف وده رايي ومسؤول عنه، ان في احق من احمد حسام ميدو يستحقوا فرص، وفي شباب كتير جدا من المدربين المصريين عندهم المؤهلات، مش لازم يبقى عندهم الاضواء، مش لازم يبقى عندهم الاعلام، مش لازم يبقى عندهم السوشيال، مش لازم يبقى عندهم التسويق، عندهم الامكانيات. يا ريت نبص عليهم حتى من مبدا العداله في توزيع الفرص. بالتالي مين الاقرب من وجهه نظرك؟ كابتن حسام بدري. كابتن حسام بدري، عشان انت قلت ان المرحله ديت هنشتغل فيها صح، فالعقل هينتصر على القلب والاهواء. انت شايف ان الافضل يبقى كابتن حسام بدري؟ طيب نتمنى ايا كان مين فيهم، كابتن حسام بدري، كابتن حسن شحاته، او ميدو، اي حد من الاسماء المرشحه، ان هو يكون متواجد. اكيد هندعمه بشكل قوي جدا. بالنسبه للاشراف على المنتخب، الاتجاهات رايحه لفين؟ هل فعلا كابتن محمد فضل زي ما فيتو كده بتقول ان اتجاه لاختيار محمد فضل الاشراف على المنتخب؟ ده اتفاق. اتفاق ويمكن الحاجه دي اللي ما حدش يختلف عنها في مصر. يعني كابتن محمد شخصيه مميزه وكادر محترم في الحقيقه، واللي يدير امم افريقيا في الظروف ديت وتطلع بالشكل ده، وتاريخ كابتن محمد فضل بيقول ان هو هيبقى مدير ناجح جدا، فاعتقد ان هو انسب. وكمان راجل ليه علاقه بالكوره، ليه علاقه بالتفاصيل الفنيه كويس، يعني بيفهم كويس جدا نفسيه اللاعب وعقليه اللاعب، مش مجرد اداري جه من شركه او من اتجاه مختلف فبيقود الاداره، لا ده راجل بيقود الى جانب الاداره التعامل مع اللاعبين، لانه لعيب بالاساس وخط تجارب قويه جدا سواء في مستوى الانديه والمنتخبات والبطولات، فانسب شخص. ويمكن هتبقى اهم شيء وجود كابتن محمد فضل في الفتره الجايه في المنتخب. كابتن حسام غالي مرشح بالمناسبه. انا معلومتي ان كابتن حسام غالي اعتذر، يعني هو مرشح طبعا ومرشح بقوه جدا، لكن اعتذر كمان. لكن هو اعتذر، معلومتي الشخصيه انه كابتن حسام غالي اعتذر. وكمان معلومتي ان كابتن حسام غالي مرشح انه يبقى ليه دور في النادي الاهلي. في النادي الاهلي؟ الله اعلم، يعني ما هنشوف الموضوع ده. ومتعب كمان كابتن حسام غالي، هو طول الوقت هيفضل مرشح لادوار كتير جدا في اي مكان، لان تاريخه واسمه وعقليته هتخليك يجبرك طول الوقت ان هو يبقى اسم مفروض للتواجد في اي مكان. وهيمثل طبعا اضافه في اي مكان هيبقى موجود فيه. يمكن تجربه الجونه في وقت قصير جدا، رغم ان انا من الناس اللي كنت متشائمه وكنت شايف ان كابتن حسام غالي مش هينجح، لكن بامانه التجربه في الوقت القصير والطفره اللي حصلت في الجونه والشكل اللي ظهر بيه الفريق في الدور الثاني والعقليه اللي بتدير في المرحله الاخيره خلتني اشوف ان كابتن حسام غالي هيبقى اداري ناجح جدا. طبعا لا، شخصيه ممتازه طبعا كابتن حسام غالي. لا كابتن حسام غالي كادر قوي جدا ومميز. صحيح. في الحقيقه يعني، ونجح مع نادي الجونه بالمناسبه يعني. نجح جدا. تمام. نروح لبعض الاخبار الاخرى، وبالتحديد فيما يتعلق بدوره الالعاب الافريقيه في المغرب، ونتائج ممتازه في الحقيقه لمصر حتى الان في هذه الدوره. بتشوف النتائج دي ازاي ومدى اهميتها بالنسبه للرياضه المصريه ومدى تاثيرها على الهدف الاكبر وهو اولمبياد طوكيو 2020؟ يعني في الحقيقه ما زالت الالعاب الاخرى في مصر بتحرج مسؤولي كره القدم. دي حقيقه، بتقولوا ان دي النقطه السوداء الوحيده في الرياضه المصريه. نتائج مبهره جدا. كل يعني احنا كل خمس دقائق تقريبا بنجيب ميداليه، بنجيب ميداليه، بنؤكد سيادتنا لافريقيا. ده طبعا مؤشر مهم جدا على ان احنا قادرين نحقق شيء في الاولمبياد. وانا شايف ان الاولمبياد ان هذه المره مصر ستحقق. هنقدر ها المره دي انا شايف ان شاء الله، لان في الحقيقه خليني يعني اشكر الدكتور اشرف صبحي على ان هو فعلا استخدم قدراته وعقليته التسويقيه في جذب مجموعه رعاه اشتغلوا بشكل سليم جدا على الالعاب الفرديه وعلى بعض النجوم والابطال، وفروا لهم احتياجاتهم في توفير رعايه ماديه ونفسيه ومعسكرات بشكل جيد. فبنشوف البطولات، بنشوف الارقام اللي بتحصل، ده مؤشر جيد جدا، واعتقد ان ده هيستمر خلال الفترة الجاية. الشكاوى قلت جدا، كنا بنشوف دايما قبل كل اولمبياد مشاكل في المعسكرات مش عارف كل هذه الامور في الحقيقة، جدا زي كرم جابر كان يطلع يقول مش عارف اتدرب، مش لاقي مكان اتدرب فيه. لكن حاليا اعتقد ان الدولة نجحت في الفترات الاخيرة انها تزيل هذه العقبات، لان كان في اهتمام واضح جدا من سيادة الرئيس بفكرة الالعاب الفردية وفكرة الابطال وفكرة اولاد مصر وشباب مصر، فده انعكس على عمل الحكومة وعلى عمل وزارة الشباب والرياضة، فنجحت انها تزيل هذه العقبات وتوفر كل الامكانيات للابطال. فعشان كده كل يوم بتشوف الرئيس بيستقبل بطل جديد وبيستقبل مجموعة جديدة
جديده بتحقق لنا انجازات، وان شاء الله نتمنى استمرارها في بطوله الاولمبيات المقبله. احنا لحد امبارح بالليل مصر هي بتحتل المركز الاول في ترتيب دورة الألعاب الإفريقية برصيد 37 ميدالية ذهب، 50 ميدالية فضة و29 ميدالية برونزية، يعني الإجمالي كله 116 ميدالية. ده رقم كبير جدا، بيجي في المركز الثاني، منافس قوي قوي قوي، هو منافس الجنوب أفريقي، ولحق 25 ذهب و17 فضة و14 برونز، بمجمل 65 ميداليه، وفرق كبير في الحقيقه، يعني فرق كبير جدا. او عفوا 56، وهننهي فرق اوسع كمان. يمكن احنا النهارده حققنا برده عدد ميداليات تاني، قبل ما اكون معاك على الهوا كان في ميداليات تانيه بتتحقق. دي حقيقه، طول الوقت احنا بنحقق، وهيبقى في فرق شاسع. الحصاد كله بيجي بالليل. هيبقى في فرق شاسع ما بين مصر والمركز الثاني والمركز الثالث، فرق بعيد جدا. وده زي ما قلت لك بيعكس ان احنا ان الدوله المصريه بتشتغل في قطاع الرياضه بشكل جيد جدا جدا، وان سقوط فريق الكوره لا يعكس ابدا ان الدوله اشتغلت بشكل كويس، لكن كان في مجموعه بتدير بشكل خاطئ، فكانت النتيجه هي اللي خرجت وهي اللي ظهرت. طيب نتمنى كل التوفيق ان شاء الله لمصر في حصد المزيد والمزيد من الميداليات، وكمان الهدف الاهم والاسمى ان احنا نظهر بنفس هذه القوه مع فارق المستويات طبعا في اولمبياد طوكيو 2020، لكن احنا ماشيين بشكل مميز جدا جدا في اعداد بطل اولمبي، مش بطل واحد، ان شاء الله هيكون ابطال كتير جدا في اولمبياد 2020. خلينا نروح لبعض الاخبار المحليه، بالتحديد من في الجول، وان مدرب صلاح السابق في بازل السويسري هيكو فوجل كان صرح وقال ان محمد صلاح مثل القاتل المبتسم، وقال ان محمد صلاح ما كانش هو بيتنبأ له خالص لما كان موجود في بازل انه هيوصل لهذه القيمه العالميه وهذا المستوى الفني الرائع. رايك ايه في مستوى محمد صلاح بالتحديد كمان في مباراه ارسنال الاخيره؟ يعني محمد صلاح اكيد لي فعلا اللي انا كنت بشوفه قبل انطلاقه الموسم انه هيقدم واحد من افضل مواسمه. يعني صلاح فعلا وصل لمرحله النضج الكامل. خليني اقول ان هو السنه دي صلاح تخلص من فكره ضغوط الموسم الواحد، ان انت كنت لاعب الموسم واحد فخلاص بعد تكرار انجازه في الموسم الثاني فاصبح تخلص من الضغط ده. الجمهور الموسم اللي فات كان بيطلب منه تكرار نفس انجاز اول موسم ليه اللي هو 35 هدف، فكان الموضوع صعب شويه. هذا الموسم صلاح مش مطلوب منه 35 هدف، فاصبح الضغوط اقل. صلاح ايضا هيستفيد السنه دي من ان فكره حد بيتقاسمه الضغوط، يعني ايه؟ يعني ماني اللي شاركه في جائزه الهداف، الخصوم هيعملوا حساب ماني، لكن الموسم الماضي كان التركيز كله على صلاح. كان في تكتلات غير عاديه، كان اي مدرب بيبني استراتيجيته ازاي اوقف صلاح واعطل صلاح من خلال احط له اقوى ديفنس قدامه، مين الظهير اللي هيبقى بيلعب عليه، نص الملعب اللي هيميل ناحيته، فكان طول الوقت في تضييع على صلاح. ده ما بيحصلش، يعني بيحصل بشكل اقل شويه لان في تركيز ايضا على ماني اللي بيتقاسمه. ايضا ارتفاع مستوى فيرمينيو وظهوره في انطلاقه الموسم لعيب مهم قوي فيرمينيو جدا جدا بشكل قوي جدا، فده هينعكس على صلاح. يمكن كمان ايضا تطور ارنولد وروبرتسون بشكل مستمر، ان هم افضل ظاهرين في العالم. صلاح مستفيد جدا من التوهج اللي بيعيشه الظاهرين ليفربول، فده مساعده جدا ان هو يستمر. يمكن الازمه الوحيده وتخوفي الوحيد في ليفربول ان هو نقطه صناعه اللعب من العمق، غياب اللاعب المبتكر في ليفربول، يعني معتمد على فينالدوم فابينيو اندرسون الثلاثي. هو حاول ان هو يعتمد على تشامبرلين كمان في المباراه في المكان. تشامبرلين يمكن هياخد وقت، لكن ليفربول محتاج لاعب من نوعيه دي بروين او ديفيد سيلفا، اللاعب المهاري المبتكر في المساحات الضيقه. ده يفرق جدا مع صلاح ويفرق جدا مع ماني، اللي هو فكره مش طول الوقت هيبقى صناعه اللعب من خلال الاطراف، مش طول الوقت هعتمد على سرعاتي، لما المساحات هتضيق قدامي ولما الخصوم هيتكتلوا فانا محتاج مين يساعدني من العمق ويفهم ويعمل ال1 2 ويتحرك في المساحه ما بين خط وسط ودفاع الخصم. ليفربول مفتقد دي جدا، واعتقد ان كلوب كان بخيل او بيبحث عن المظلوميه دايما طول الوقت، ان هو انا مش محتاج اصرف كتير، انا بصنع من امكانيات قليله. بس هو الموسم اللي فات صرف، يعتبر جاب اربع صفقات مهمين قوي، يعني نابي كيتا، شاكيري، اليسون اهم صفقه، صرف فان دايك، صرف كمان. جدا، لكن ايه المشكله ان انت كنت تصرف السنه دي؟ ان السنه دي مانشستر سيتي ايضا بيضم رودريجو برقم ضخم جدا، رغم ان الفرقه كانت قدمت اداء قوي، وكانسيلو رقم ضخم جدا، رغم ان وولكر واحد من افضل اظهرات العالم في الجهه اليمنى، لكن الاستمراريه
تتطلب ان انت تتخلى عن سياسه فكره ان انا ما بصرفش كتير او ان انا مش محتاج اصرف وانا بصنع من امكانياته القليله، لان موسم طويل و60 مباراه او 70 مباراه هتلعبها في عدد مباريات متعدده، مش محتاجه تشكيله واحده، محتاجه حد يخفف شويه على صلاح وعلى ماني، محتاج ان انت نص ملعب لو وقع منك حد النهارده بتقابل مشاكل كبيره جدا. فانت كنت متهيألي كان ليفربول محتاج جدا صفقه علشان فكره الاستمراريه بالظبط. لكن صلاح على المستوى الفردي وشغال بشكل كويس، كنت اتمنى له ان كل الامكانيات تبقى متوفره. هينافس على الهداف؟ هينافس بشده على الهداف مع ستيرلينج. حكيم ستيرلينج اتوقع ستيرلينج ده شغال ما شاء الله عليه يعني. انا خمس اهداف لحد دلوقتي. اول مؤتمر لستيرلينج قبل مباراه بوكي طبعا لاعب نورتش سيتي، بوكي حصان باول الدوري الانجليزي زي ما بنقول عليه، اللي هو لاعب صاعد من الدرجه الثانيه ولكن هو مركز جدا، لاعب عالي جدا ومستفيد كمان من فكره نورتش سيتي، فرقه بتلعب كره هجوميه. يعني شفنا قدام تشيلسي بتسجل مره واثنين عمل هو هدف وجاب الثاني. فانت هنا قدام مشروع بيلعب كره هجوميه، فده هيساعدك جدا ان انت تقدم امكانياتك. كمان فكره ما عليكش ضغوط نفس النجوم الكبار، البريس اللي عليك في الانديه الكبيره والبطولات، فده هيسهل عليه. لكن ستيرلينج ايضا بشوف ان هو جاهز جدا واصبح مؤهل بشكل كبير انه يبقى هداف الدوري الانجليزي وينافس كمان على الحذاء الذهبي. لو شفت ستيرلينج في اول مؤتمر ليه قبل مباراه ليفربول ومانشستر سيتي في افتتاح الموسم، الدرع الخيريه، فهو قال لما اتسال بشكل محدد قال ان انا السنه دي مركز جدا ان انا اسجل عدد اهداف اكبر، وحددت الرقم، محدد الرقم اللي هوصل ليه. هو بس ما اعلنش الرقم، ده اللي هوصل ليه. بس هو طالما حد بيتكلم بالتركيز ده وبالدقه دي، فده بيقول لك ان هو في طموح وفي هدف معين عايز يوصل له. ولما ترجع تشوف ارقامه في اخر خمس ست سنين، شوف هو بيتطور ازاي كل سنه عن اللي فاتت. يعني ستيرلينج في اخر سنتين سجل اكتر من عدد الاهداف اللي سجلها في خمس سنين سبقتها. ففي الموسمين الاخرين بيتطور بشكل رهيب جدا. وهيستفيد من اللي هيفتقده محمد صلاح. هيستفيد من عوده دي بروين. دي بروين طبعا الموسم الماضي مانشستر سيتي افتقد دي بروين بشكل كبير جدا. فشوف انت دي بروين قادر كل خمس دقائق يوصلك للمرمى وهو مش شايف الملعب. يعني هو لعيب مش طبيعي، هو لاعب البلاي ستيشن في الحقيقي هو دي بروين. فهو مستفيد جدا ستيرلينج من حاله دي بروين، كل 10 دقائق بتلاقي نفسك قدام المرمى. ايضا موجود عندك الاطراف قوي جدا جدا. شفت محرز البديل بيصنع 3 اهداف في مباراه شارك فيها، صح. البديل بيعمل كده، فبرناندو سيلفا الاساسي بيعمل ايه؟ فانت هو مستفيد جدا. برناندو سيلفا لحد دلوقتي ما صنعش ولا هدف ولا جاب ولا هدف، بس هو مفتاح وعدي في الفانتازي. عشان الفانتازي بص، هو لغه الفانتازي بتظلم لعيب كتير، لكن ممكن يبقى لاعب مهم جدا. بس هو كان مفتاح لعب، بس هو ما عملش لمسه الاخيره، صح. لكن صح. هو راوغ واحد واثنين وفك التكتل وحطها للي جاي من تحت، اللي هو اللي عمل الاسيست. فهو هنا كان مفتاح لعب. هو برناندو، انا بنصح الناس يعني، برناندو مش لاعب فانتازي، هو لاعب مدرب بيعرف يفك التكتلات وبيعرف يخدم. لاعب مميز جدا في الحقيقه. لكن ما انصحش بيه في فانتازي. بمناسبه الفانتازي، ستيرلينج اعتذر لجمهوره ان هو اكتر لاعب دلوقتي بياخد الكابتن في فانتازي، فبيقول لهم ان انا مش عارف اجيب هاتريك، بعتذر تاني بعد هاتريك. مش عارف اجيب هاتريك كل مباراه. هو سجل، يعني هو كل سجل بس مش هاتريك. يعني هو سجل في ليفربول في افتتاح الموسم في الدرع الخيري، وسجل في الدوري هاتريك ثم هدف ثم هدف. فهو استمراريه التسجيل عنده السنه دي واضحه جدا، لكن هو مش هيقدر يجيب هاتريك اكيد كل مباراه. لا صعب ان كل ماتش، هو رونالدو وميسي بس اللي ممكن يعملوا الكلام. صحيح، هي الناس طمعانه لان السيتي بيوصل للمرمى كتير كتير جدا كل خمس دقايق. المنافسه على بطوله الدوري الانجليزي شايفها بتتحصر ايضا الموسم ده ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، ولا ممكن يدخل منافس جديد؟ لا، مش هيدخل منافس جديد. هو عدوى الليجا انتقلت الى البريمير ليج. ريال مدريد وبرشلونه التسيد العالم ال10 سنين اللي فاتت، اعتقد انه حان وقت السيتي وليفربول ان هم يتسيدوا. هيفضل بس دخل اتلتيكو مدريد شويه مع ريال مدريد وبرشلونه، دخل من بعيد شويه، وتوتنهام بيحاول يعمل ده. لكن مانشستر يونايتد بعيد وارسنال بعيد. لا، مانشستر يونايتد الله يكون في عونه وربنا يسترها عليه وما يروحش بعيد عن الدوري الاوروبي. ارسنال ايضا هيمشي على سطره وهيسيب صدر. لكن هتفضل المنافسه ما بين ليفربول وما بين، يمكن شفت هاري كين النهارده بيصرح بيقول ان انا قبل انطلاقه الموسم قلت ان صعب يتعثر السيتي وليفربول، عدد النقاط اللي هيفقدوها قليل جدا، وده اللي بيخلينا نقول ان عدوى الليجا انتقلت للبريمير ليج. بمعنى ايه؟ احنا زمان كنا بنقول ريال مدريد وبرشلونه بيكسب 7 و8 لان الفرق ضعيفه، وده ما كانش حقيقي. هو الانديه الاسبانيه ما كانتش ضعيفه بقدر ما ان برشلونه وريال مدريد هم اللي وصلوا لليفل عالي جدا. حاليا ليفربول ومانشستر سيتي بيكسبوا اي حد بارقام بالزبط. يعني صعب جدا فرقه في انجلترا توقفه. يعني حتى ارسنال كان لا حول له ولا قوه قدام ليفربول. ارسنال المفروض فريق بينافس وفريق قوي جدا وتاريخ. فهنا لما الفريق وصل لقمه ادائه ومع مدرب عبقري جدا، مع دعم اداري غير عادي وصفقات بشكل متتالي، سواء زي ما انت قلت ليفربول دعم ازاي في اخر سنتين بأليسون بيكر واغلى وفان دايك وكذلك مانشستر سيتي، فهنا الانديه الانجليزيه وصلت للقمه. وهنشوف برشلونه وريال مدريد في انجلترا
لفتره طويله مش قصيره. ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، ما بين ليفربول ومانشستر سيتي هيفضل صراع فتره شويه، يعني عقد كلوب هينتهي في 22، فاعتقد جوارديولا ايضا مستمر شويه، فعلشان تغير ده يعني عشان تشوف مانشستر يونايتد يظهر محتاج تغيير كبير، لان انت عندك مانشستر يونايتد مش بيبخل. مانشستر يونايتد لو دورت عليه في اخر السنوات هو بيجيب لعيبه غاليه جدا، يعني هو بيجيب لوكاكو ب 80 وبيستغنى عنه عادي جدا، بيجيب بوجبا ب 100 ومفيش مردود نهائي، بتجيب مدافعين باسعار غاليه جدا، ماجواير هو اغلى مدافع في تاريخ الدوري الانجليزي حاليا، وقبله ليندلوف انت جايبه بسعر برضه، فمانشستر يونايتد مش بيبخل في الصرف بقدر ما هو يفتقد لمشروع اليكس في السير اليكس فيرجسون. طبعا تريزيجيه بتشوف اول ثلاث مباريات ليه ازاي في الدوري الانجليزي؟ هو تخلص من الرهبه بشكل سريع، كون ان هو بيصل للمرمى ده بيطمني. هو وصل للمرمى في الماتش الاولاني امام توتنهام شويه، لكن الماتشين التانيين ما شفناش ليه تاثير. هو ضيع فرصه في الماتش اللي بعدها برده، يعني يمكن خليني اقول لك ان هو فرقته ما بيلعبش مع فريق ليفربول او مانشستر يونايتد، هو في النهايه انت بتلعب مع فرقه بتدافع اكتر، بتميل اكتر الى انها بتتحفظ او ما بتواجهش خصوم اقل منها، يعني معظم الخصوم اما اعلى منك او قريب منك في المستوى، فدي بتصعب مهمة تريزيجيه شويه. ففكره ان انت عشان تشوفه بيصل للمرمى زي ما صلاح ما بيوصل، لا ده مستحيل طبعا يحصل مع فرقه بمستوى استون فيلا، لكن هو بادئ بشكل قوي جدا، وكونه يفرض نفسه على التشكيل الاساسي في وجود لاعبين كبار زي كوتجا وزي انور الغازي من البدايه ومن الانطلاقه، فده بيعكس ثقه كبيره جدا عند الجهاز الفني، ويعكس ثقه زمايله اللي بيتكلموا عنه بشكل جيد. يعني انا شفت تصريحات زمايله دايما بيتكلموا عنه بشكل جيد، مدربه بيعزز فكره الثقه في تريزيجيه، واعتقد انه بعد تسجيله اول هدف انا بشوف يعني يناير المقبل هنشوف كلام كتير جدا في الصحافه الانجليزيه عن تريزيجيه. يناير الجاد على طول؟ هو بمجرد ما لاعب جديد بيبدا يتوهج او بيبدا يتالق يبدا الحديث يزداد عليه، خاصه لما يكون لاعب ورا جمهور كبير زي الجمهور المصري. طبعا تريزيجي عنده امكانيات مميزه جدا في الحقيقه، يعني لعيب مميز جدا. في المقابل محمد النني مصيره مجهول، عروض من فرنسا من تركيا، في نفس الوقت يوناير امري قال لك انا خلاص يعني اسالك الرحيل امشي، يعني امشي خلاص مش عايزك. شايف مصيره هيبقى هو مصيره ما بين بوردو وجالات سراي حاليا، اكتر ناديين مهتمين بيه. هو مبسوط قوي بان هو موجود في لندن، هو مش عايز يمشي من لندن للاسف. محمد النني يعني في تصريح قديم ليه كان في المصري اليوم مع زميلي هشام ابو حديد، كان بيقول فيه اخر طموحي ارسنال. فلما ترجع للحوار ده من 6 سنين هو بيعكس لك هو بيفكر ازاي. انا ده انا خلاص يا جماعه انا وصلت هنا، ده تفكير سلبي جدا. انت طبعًا. انت لو فكرت امير ان انت هتقعد على الكرسي ده في البرنامج ده مش هتاخد خطوه لقدام بكره وتشوفك في حاجه اكبر. كل واحد عنده طموح اكيد طبعا لازم انت تشتغل على طموحك علشان تروح حته ثانيه وتروح مكان اعلى، فانني افتقد لدي، فهو بيجني ثمار عقلي. كان اعلى مفيش اعلى من قناه الاهلي برضه، عشان لا مش قناه الاهلي بس في البرنامج الرئيسي. طبعا سعيد جدا بتواجدي في قناه الاهلي، ده شرف ما بعده شرف اكيد. وانا مبسوط جدا وشرف لي ان انا موجود معاك في نادي الاهلي. لكن الطموح دايما طول الوقت مهم جدا، اني نفتقد للطموح وهو بيجني نتيجه عقليته ديت، انه ما كانش بيطمح لخطوه افضل او مكان اعلى من اللي موجود فيه. هو مصيره هيبقى بوردو او جالاتا سراي، دي اكثر الانديه. اتمنى ان يبقى عنده طموح ان هو يلاقي نفسه من جديد، مش مجرد ان انا هجمع اموال، انا وصلت خلاص قربت من ال 30، فانا هو 27 سنه دلوقتي النني. لا متهيألي اكبر من كده شويه النني، 94 27 او 28 27 28 سنه يعني. بس فهو بيفكر في فكره ان ممكن انا العب هعمل عقد موسمين ثلاثه، فان انا بجمع اكبر قدر فيه من الرواتب. اعتقد ان هو ما فكرش في دي خالص. يعني انت حتى لو انت سنك كده انت تقدر تبقى موجود بشكل قوي طبعاً جدا طبعاً ليك والمنتخب مصر. يعني احنا محتاجين جدا ان انت تعيد اكتشاف نفسك من جديد، وان انت ترد على كل الناس اللي شككت في ادائك، او مش اللي شككت في ادائك، الناس اللي شافت ادائك الحقيقي. يعني انت كان ده ادائك فعلا، ادائك كان متراجع جدا، فاتمنى ان خطوته الجايه ان هو يعيد اكتشاف نفسه بيها وما تتاخرش اكتر. الافضل ليه الدوري الفرنسي ولا الدوري التركي؟ الدوري الفرنسي طبعا. ليه بقى؟ الدوري الفرنسي الانديه اقوى في الدوري الفرنسي، ونظره الدوريات الاربعه الكبرى لفرنسا يعني بيبقى فيه اهتمام اكبر من نظرتها للدوري التركي او للدوري البلجيكي. فالدوري الفرنسي بيبقى فيه اهتمام اكبر. صح. فكره ان انت تبقى متشاف بشكل اكبر دي مهمه جدا. ايضا فكره المشاركه في البطولات الاوروبيه من خلال الانديه الفرنسيه هتبقى اكبر طبعا. الاهتمام في فرنسا بالكوره وبالرياضه طبعا اهم من دول ثانيه كتير، يعني هو ياتي في مرتبه تاليه لانجلترا واسبانيا وايطاليا والمانيا، فوجوده في فرنسا يبقى مهم جدا، خاصه ان في نجوم كتير هناك. يعني الدوري الفرنسي دوري نجوم ايضا، دوري وجود باريس سان جيرمان فيه عامل حاله ان هو فكره ان يبقى موجود نجوم كبيره،
وده ايضا دعم الانديه اللي تحت باريس سان جيرمان اللي هي بتظهر وجوه جديده النهارده بنشوفها بتنتقل للدوري الاسباني وتتالق ونشوفها بتنتقل للدوري الانجليزي وتتالق ايضا. طيب نيمار كلام كتير جدا على نيمار وانتقاله لريال مدريد او لبرشلونه او حتى استمراره في باريس سان جيرمان، الكلام على ان كان في اجتماع النهارده في باريس ما بين مسؤولين في برشلونه ومسؤولي باريس سان جيرمان بخصوص نيمار. اخر الاخبار اللي خرجت ان الاجتماع ما فيش فيه جديد، ما فيش اتفاق، تتوقع ايه بشان نيمار؟ انا بشوف نيمار برشلونه اكثر رغبه في الحصول على خدمات نيمار، ويمكن معزز الفكره دي قوي وجود ميسي ووجود سواريز ووجود المجموعه كامله اللي هي شايفه نيمار هيبقى اضافه ليها. فاعتقد ان لو هيتم انتقال نيمار فهيكون لبرشلونه، لان ريال مدريد بيشوفوا ان هو بيركز وبيشوف زيدان بيركز اكتر على فكره ان التدعيم في وسط الملعب، بيركز اكتر على اريكسن توتنهام او بول بوجبا في مانشستر يونايتد، هو عايز يدعم خط وسط خاصه ان فكره الجناح الشمال في ريال مدريد مدعومه بشكل كويس جدا في وجود هازارد وموجود فينسوس. فايضا انت مش محتاج نيمار اكتر من انت محتاج لاعب وسط ملعب. فبشوف خلال الساعات اللي جايه لو نيمار مش هيكون في موجود برشلونه فاعتقد ان هو مكمل في باريس سان جيرمان، لكن مدريد مستبعد. انا من خلال قرايتي ومتابعتي للصحف ومش شايف ان في رغبه كامله عند ريال مدريد، وبشوف ان الرغبه عند مدريد من بدري، ومشروع مدريد اللي جاي بيرتكز على كيليان امبابي. امبابي ده الهدف الاساسي. ده الهدف طبعا الأساسي. مش السنه دي، السنه مش السنه دي. فانت لما تنفق 250 مليون يورو او 270 مليون يورو زي ما باريس بيطلب حاليا، فده هيصعب جدا ان انت تفكر في امبابي الموسم المقبل. فاعتقد ان عشان كده ريال مدريد مش داخل بكل قوته ومؤجل الخطوه دي لخطوه امبابي اللي هو هيكون طبعا هو صفقه القرن او الصفقه الاهم في الملعب الاوروبي. اكيد طبعا نجم كبير امبابي في الحقيقه، موهبه فذه يعني. نروح للسوبر او سبورت 360 والكلام على لوكاكو الدوري الايطالي بقى. امبارح كانت اول مباراه الانتر امام ليتشي وانتهت بفوز 4-0، رفع من المعنويات جدا جدا عند الجماهير او مشجعي انتر ميلان. بتشوف ازاي تألق لوكاكو بالتحديد في هذه المباراه؟ انتقل من مانشستر يونايتد لانتر ب 65 مليون يورو تقريبا مقسطة على 5 سنوات، وجاب هدف وتألق كمان في المباراه. بتشوف البدايه ازاي الانتر ميلان البعيد عن البطولات؟ يمكن انا ما اتفرجت على المباراه وكنت بقول لك في بدايه الحلقه امير، الاهلي محتاج مدرب يعرف يستخرج اعلى ما عند اللاعبين، ودي اهم ما يميز كونتي، مدرب بيعرف يطلع من اي شخص اشياء ايجابيه. اي شخص انت ممكن تشوفه عديم العطاء هو يقدر يخرج منه. فده الراجل بيشتغل بيعرف يستخرج، بيشتغل على الجانب النفسي اكتر، بيعرف يستخرج اعلى ما عند اللاعبين. شفت روح جديده جدا للانتر، شفت شكل تكتيكي رجع تاني كونتي للشكل اللي هو بيحبه، 3 مدافعين 3-4-3 او 3-5-2. فبشوف ان الانتر مع كونتي هيهدد يوفنتوس بشكل قوي جدا في الصراع على بطولة الدوري الإيطالي. عجبني جدا إنه قدر بسرعة وبشكل سريع جدا إنه يعيد الناس تتفرج من جديد على الدوري الإيطالي. لوكاكو تألق طبعا زي ما قلت لك، لأن في مدرب عارف يخرج من اللي عنده، ورغم إن لوكاكو أنا شفت وزنه زايد، يعني لسه وزنه زايد فعلا، لسه إعداده البدني ما كانش لعيب قطر قوي في الحقيقة، لكن لوكاكو دبابة فعلا، تستطيع ان انت تصنع من خلاله اشياء كتيره جدا لو في مدرب زي كونتي. وانا اعتقد ان لوكاكو السنه دي هيبقى منافس قوي جدا على هداف الدوري الايطالي، وهيبقى ند قوي جدا كريستيانو رونالدو. وانتر ميلان هذا السيزون هو بدايه عوده الانتر لمكانته الطبيعيه والمنافسه سواء في الدوري الايطالي او حتى في دوري الابطال. انا معتقد ومتوقع ان هيكون انتر بطلها هذا السيزون، يعني في فريق كبير هيخرج من دوري ابطال او هيتعرض لهزيمه بسبب انتر. يعني من مفاجات دوري ابطال السنه دي هيبقى انتر ميلان، لان الفرقه بتضم عناصر واعده واللعيبه بتعلى. لوتارو اللاعب الارجنتيني ميسي كان بيقاتل عشان يكون موجود معاه في برشلونه، موهبه مش طبيعيه. بروزوفيتش لاعب وسط ملعب شفناه بيسجل بشكل عجيب وغريب جدا في وجود كونتي وفي وجود الاستراتيجيه الخططيه والتكتيكيه الجديده. بشوف ان انتر اضافه للدوري الايطالي السنه دي واضافه لدوري ابطال اوروبا، ووحش جمهوره قوي، لان أكيد. انتر من الانديه اللي طبعا انديه كبيره جدا طبعا، وميلان نفس الكلام بس ميلان بعيد بس شويه. طيب خليني اقول لحضراتكم خبر مهم جدا. كابتن محمود الخطيب والاستاذ العمري فاروق يتفقدان المنشات بفرع الشيخ زايد. قام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي وبصحبته العمري فاروق نائب الرئيس بعد ظهر اليوم الثلاثاء بجوله تفقديه في فرع الشيخ زايد لمتابعه سير العمل بالخطه الانشائيه الخاصه بالفروع
والمشروعات التي يجري العمل على الانتهاء منها. وقام المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة بشرح التفاصيل المتعلقة بالمخطط العام الجديد لفرع النادي بالشيخ زايد بعد اعتماده من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد، وتسلم كافة التراخيص الخاصة بالمرحلة الثانية من الخطة الإنشائية للفرع. وقام الكابتن الخطيب والعمري فاروق بتفقد الموقع المخصص لصلاة المغطاة والمقترح إنشاؤها، وكذلك المبنى الإداري والمكان الخاص بإنشاءات أو بإنشاء جراج تحت الأرض. ومن المقرر أن يتم عقد عدة اجتماعات خلال الأيام القادمة لمناقشة كافة الترتيبات المتعلقة بالخطة الزمنية واتخاذ ما يلزم أو ما يلزم من إجراءات للبدء في تنفيذ المرحلة الجديدة من الإنشاءات وفقا لأفضل المعايير. خبر مهم وبيدل على مدى الاهتمام اللي موجود في مجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص الجانب الإنشائي. بتشوف المنشآت وتطويرها داخل القلعة الحمراء بتشوفها إزاي في مختلف الأفرع؟ يمكن انا ما بزورش النادي الاهلي كتير الحقيقه، لكن فكره اهتمام رئيس النادي بنفسه بالظبط، انا بتكلم على فكره التواجد بشكل دائم ان هو بيباشر اعماله. يمكن الكابتن محمود الخطيب معروف ان هو راجل بتاع كوره قوي وبيركز جدا في تفاصيل الكوره وشغل الكوره، لكن فكره ان هو بيباشر بنفسه فده طبعا بيعكس اهتمام من مجلس الاداره الكامل بالجمعيه العموميه وبامكانيات النادي. وطبعا طول الوقت النادي الاهلي اي حد يتمنى يبقى موجود جواه بسبب شكله جمال. انا بشكرك يا سعيد، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، كنت سعيد جدا ان انت موجود معايا النهارده. انا اللي بشكرك جدا يا امير، والف سلام عليك، الحمد لله على سلامتكم اللي حصل في النادي اللي كانت حاجه بسيطه الحمد لله وعدت. الحمد لله حبيبي، بشكرك شكرا جزيلا. قبل ما اختم مع حضراتكم كلام مهم قوي عايز اكده، لان الواضح كده ان السوشيال ميديا الدنيا بتتكلم شويه على موضوع المدرب. الموضوع بالظبط سري جدا جدا، لسه ما تمش الاعلان ومفيش ميعاد محدد. ركز في كلامي، مفيش ميعاد محدد للاعلان، لكن وارد ان يتم الاعلان في اي لحظه، ده الطبيعي، ده اللي ممكن يحصل في اي لحظه، لكن الامور ماشيه كويس جدا بخصوص هذا الملف والاعلان غير محدد. لان احنا بالمناسبه كنا بنناقش برضو بعض الاخبار اللي في الصحف اللي بتقول خلال ساعات وكل الكلام ده، والصحف كلها بتتكلم في هذه الجزئيه، واحنا علقنا بنقول انه وارد ان يكون خلال ساعات، وارد يكون خلال يومين ثلاثه الله اعلم. المجلس او مش المجلس طبعا، لجنه التخطيط بالنادي الاهلي بتمسك مع الكابتن محمود الخطيب، كل المسؤولين عن هذا الملف هم المسؤولين كل المسؤوليه التامه عن موعد الاعلان عن المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. احنا اللي علينا ايه؟ ان احنا نترقب هذا الموعد وان شاء الله يكون هو مدير فني مميز جدا جدا للفريق خلال المرحله المقبله. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله، الى اللقاء.